قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول اليونيفيل باعتقادنا فيه اعتداء وتجاوز على السيادة اللبنانية، وهو علامة على من علامات ترهل الدولة اللبنانية وغيابها حتى عن قضايا بهذا المستوى من الخطورة والأهمية. هذا لغم، هذا فخ ينصبه الإسرائيليون منذ سنوات طويلة للبنان، وفي كل الأحوال من فعل ذلك من اللبنانيين هو إما جاهل وإما متآمر، لأن هذا القرار يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في منطقة جنوب الليطان. إذا أرادوا أن يتصرفوا بعيدا عن الدولة وعن الجيش اللبناني المعني بالحركة في جنوب الليطاني، فإنهم يدفعون الأمور إلى مكان مختلف